أهلا وسهلا بكم، سنواصل دورة التصميم ببرنامج إنكسكيب بدرس تطبيقي لكيفية تصميم شعار أوبونتو. من يستعمل أوبونتو يعرف مظهر شعار التوزيع، لكن من لا يستعملها فالشعار على هذا الشكل ومكون من دوائر بسيطة. نحن سنستغل التطبيق لنتعرف على بعض التقنيات في برنامج إنكسكيب. بعض هذه التقنيات تعرفنا عليها جزئيا في الدروس السابقة، وبعضها لم نتعرف عليها بعد، سيكون هذا الدرس هو مدخلنا إليها. إذن أولا أنصح من لم يشاهد الدروس السابقة خصوصا الدروس التطبيقية بالرجوع إليها ليتمكن من تتبع هذا الدرس معنا دون أي مشكل. بعض التقنيات التي قدمتها من قبل سأستخدمها هنا دون الإشارة لكيفية عملها بالتفصيل. إذن كما قلت، الشعار على هذا الشكل يمكن بعد التطبيق، بعد معرفة كيفية تصميمه بالطريقة التي سأقدم، استغلال التطبيق لتصميم شعارات على هذا الشكل أو تغيير الألوان للوصول لشعارات أخرى. إذن أنا أولا سأقوم بفتح برنامج إنكسكيب، سأقوم بإظهار، سأترك الشعار أمامي هنا ليتمكن من متابعة التطبيق. إذن أولا أقوم بإظهار نافذة الألوان لأني سأستخدمها. هنا أضغط على أداة الدائرة، أضغط على كنترول وأقوم برسم دائرة على هذا الشكل، أضغط على هذا السهم وأقوم بإزاحتها لوسط مساحة العمل، وغير لونها للون البرتقالي من قائمة أو شريط الألوان. الآن سأقوم باستنساخها عن طريق الضغط على Ctrl D وغير لونها للون الأبيض، أو أغير لون الدائرة المستنسخة لأن لدي الآن دائرتين، واحدة برتقالية وواحدة بيضاء. الآن سأقوم بتقنية هي أني سأقوم بتحجيم هذه الدائرة، لكن مع المحافظة على أن التحجيم يكون من الجوانب جميعها. لذلك سأضغط على Ctrl Shift، وهنا من السهم في الجوانب أو الوسط من أي مكان أقوم بجر السهم على هذا الشكل حتى أصل للدائرة التي أريد، مثلا هذا الحجم. إذا الآن قمت بالحصول على دائرة مصغرة للدائرة الكبرى بلون أبيض، أقوم باستنساخها مرة أخرى وغير لون البرتقالي، وبنفس الطريقة أضغط على Ctrl Shift أو Ctrl Shift بالفعل، وأقوم بتصغير الدائرة الناتجة على هذا الشكل. الآن أقوم مرة أخرى بالاستنساخ عن طريق Ctrl D وغير لون الأبيض، وأقوم بالتصغير للحصول على الدائرة الصغيرة هنا. أقوم بتصغيرها مثلا على هذا الشكل، أقوم بإزاحة الدائرة هنا أعلى. الآن أريد أن أعطيها لون جوانب برتقالي، لذلك سأنتقل، أولا سأختارها، أنتقل لتلا ضربة الريشة، أختار لون، وهنا أختار اللون البرتقالي. طريقة اختيار لون طلاء ضربة الريشة ولون الماء، جميع هذه التقنيات تعرفنا عليها في الدروس السابقة، لهذا لا أدخل في تفاصيلها. لكن الآن أريد أن أزيد من شدة لون الجوانب، لذلك أنتقل إلى أسلوب ضربة الريشة، وهنا أعطي شدة أو حجم 30 بيكسل مثلا على هذا الشكل، فأحصل على هذه النتيجة. أقوم مثلا بالإزاحة قليلا لأحصل على النتيجة التي أريد مثلا على هذا الشكل. الآن كما في الشعار لدي ثلاث دوائر مقسمة أو موضوعة على الشعار، بحيث أن المسافة بينها متساوية. يمكنني أن أقوم بطريقة بسيطة باستنساخ هذه الدائرة وجرها هنا ثم استنساخها وجرها هنا، لكن هناك طريقة أخرى تمكنني من استنساخ أو تحريك هذه الدائرة للمكان المناسب لها بدقة شديدة. لذلك سنستغل تقنية لم نتعرف عليها بالتفصيل في الدروس السابقة، هي تقنية الدوران. لاحظ معي أني الآن حين أختار جزء من التصميم تظهر هذه الأسهم، قلنا أنها لتتمكن من تحجيم الشكل أو جزء التصميم هنا في هذه الحالة الدائرة. لو ضغطت مرة أخرى تظهر أسهم تمكن من إدارة التصميم، لكن ماذا عن هذه العلامة الموجودة داخل التصميم؟ ماذا تعني هذه العلامة؟ هي مركز دوران التصميم. حين أقوم بالإدارة الآن
فالشكل يقوم بالدوران حول هذا المركز. نحن سنريد أن نديره على الدائرة، إذن مركز على هذه الدائرة، الدائرة البيضاء أو الدائرة البرتقالية الصغيرة. لذلك سأقوم بإزاحة مركز دوران هذا الشكل ليكون هو وسط هذه الدائرة. إذن أقوم بالضغط عليه وجره إلى وسط هذه الدائرة. هناك تقنية أكثر لوضع هذا المركز بدقة في وسط الدائرة عن طريق إظهار الشبكة فيها خطوط وما إلى ذلك، لكن هذه تقنيات يمكن أن نتعرف عليها فيما بعد لأنها نوعا ما تتطلب بعض المعارف. الآن نحن لازلنا في الأساسيات. إذن الآن قمت بإزاحة مركز هذه الدائرة. الآن لو قمت بإدارة هذه الدائرة، لاحظ أنها تقوم بالدوران حول ذاك المركز. أنا سأعيدها إلى مكانها الأصلي، سأقوم باستنساخها أولا، والآن علي أن أديرها مرتين لأحصل على هذا الشكل بأن هناك 3 دوائر وهنا مسافة متساوية بينها جميعها. هنا سأسترجع بعض المعارف في الرياضيات. قلنا أو تعرفنا حين درسنا الرياضيات أن دائرة مكونة من 360 درجة. نحن سنقوم بتقسيم هذه الدائرة إلى 3 أجزاء، إذن كل جزء له 120 درجة. لذلك سأقوم بإدارة هذه الدائرة بعد استنساخها 120 درجة لأحصل على الدائرة الثانية، وأقوم باستنساخها مرة أخرى وأقوم بإدارتها 120 درجة لأحصل بالضبط على مسافة متساوية بين الدوائر الثلاث. طريقة الاستنساخ رأينا تعرفنا عليها، هي كنترول دي، قمت بذلك، أقوم بالتراجع الآن. الآن بقي الإدارة أو الدوران بزاوية محددة، لذلك نختار الشكل، نضغط على جسم وهنا ترانسفورم تحويل أو كنترول شيفت إم، كنترول شيفت إم على هذا الشكل. تظهر لنا هذه النافذة الصغيرة، نافذة ترانسفورم، وهنا سأنتقل إلى إدارة وفي الزاوية أدخل 120، وهنا أنتبه إلى أنها درجة وليس راديان. إذن 120 درجة، بعد ذلك أضغط على طبق. لاحظ أنه تم إدارة هذه الدائرة من هذا المكان ب 120 درجة حول هذا المركز. أقوم باستنساخها مرة أخرى، الآن هي مستنسخة في هذا المكان، وأقوم مرة أخرى بإدارتها 120 درجة فأحصل على هذه النتيجة. الآن بقي لي هذا الجزء الخاص بهذا المستطيل الصغير. أقوم بنفس الطريقة برسم مستطيل صغير جدا، يكون هنا مثلا على هذا، أقوم بتصغيره قليلا. وأكثر يعني هذه أشياء، أقوم بالتصغير من هنا أيضا. الآن سأقوم بنفس العملية عليه، أقوم بإدارته 120 درجة بعد استنساخه، لأنه أيضا متواجد في 3 أمكنة ونفس المسافة بين هذه المكونات الثلاث، بين هذه المستطيلات الثلاث. إذن أقوم باختياره أولا، أقوم بجر مركز دوران إلى وسط الدائرة، هذا شيء ضروري. والآن أقوم باستنساخه، ونفس الشيء في نافذة الإدارة، أقوم بإدخال 120 درجة، أختار طبق، أقوم باستنساخه مرة أخرى وأطبق، فأحصل في النهاية على شعار أوبونتو. إذن هذه كانت طريقتي لتصميم شعار أوبونتو ببرنامج إنكسكيب. نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. يمكنكم التطبيق كما قلت للوصول لنتائج على هذا الشكل بألوان مختلفة، أو إضافة اسم أوبونتو أو ما تريدون لتصميمكم النهائي. إذن نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.